في ناس بره لسه، في ناس بره، في ناس بره كتير. حد كده يشوف لنا، ايوه انتوا لابسين كاروهات، شوفوا لي الناس اللي بره دول. احنا عاوزين نتفق على مبدأ، هو اساسا مؤتمر وممكن يكون في بريك، ولا هو رحلة فيها بعض الكلمات الروحية؟ مين؟ نعم يا حبيبي. انت عارف رأيك ده هيكلفك كم؟ رأيك هيكلفك كم؟ اخد منك $5 دلوقتي عشان تتعلم؟ يا ساتر على الشر، مين اللي بيقول قليلة؟ طيب لو سمحتم ادخلوا لنا على حد قاعد ورا، داخل لنا على سمات القلب النقي اللي هي ايوه دي بالظبط، وانا بقى ابتدي اشتغل بيها من هو فين بوينتر؟ انا ضيعته عادي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي اول موضوع، احنا خدنا موضوع دراسي وحفظنا افصاليه، هنبتدي اول موضوع في الخط الروحي بتاع مؤتمرنا اللي هو امراض القلب ونقاوه القلب. بالنسبه لموضوع الاسئله من عينيا، احنا هنوزع ورق او اللي عاوز يكتب اي سؤال، وانا هجمع الاسئله وهيتعمل لها كلاسيفيكيشن اذا كانت حاجه اسريه، حاجه تربويه، حاجه روحيه. وقبل كل محاضره من بكره هبتدي اخد شويه اسئله، اوكي؟ يعني اللي اقدر طبعا عليه، لان ممكن الاسئله تكتر قوي فمش هقدر كله، بس يعني هنحاول بقدر الامكان. تعالوا بقى نتكلم مع بعض بايه هو القلب النقي؟ ايه هو القلب النقي؟ وإيه أهمية إن الإنسان يكون قلبه نقي؟ أو إيه أهمية إن الإنسان يشتغل على قلبه عشان قلبه يبقى نقي؟ فالمحاضرة الأولانية بتقول القلب النقي ده ممكن صفاته تكون شكلها إيه، أو الإنسان اللي بنقول عليه إن الإنسان ده نقي ممكن البيهيفير بتاعه يبقى شكله إيه، سلوكه شكله إيه، ردود أفعاله شكلها إيه مع المواقف المختلفة عشان نقول ده نقي. لأن عندنا كلنا we all deceive ourselves، ان كلنا يعني كل الناس تقول لك اصل انا قلبي طيب قوي، ده انا قلبي قطنه بيضة، والدمعه بتفر لما بشوف كلب صغير بيعيط. طب واخبار اختك ايه؟ لا ده انا مقطعاها. طب واخبار سلفتك ايه؟ لا ده انا مقسماها. طب واخبار اخوك اللي في بتاع الميراث؟ لا. ازاي قلب بيكون غضوب؟ انتوا عارفين الغضب، الغضب ده من عكار القلب يشوف الله. ازاي انسان يكون حسود او غيور يشوف صلاح الله؟ ده هو مش شايف الا نفسه، ومش شايف الا مصلحته، ومش شايف الا الناس اللي مضايقاه. انما صالح الله لاسرائيل، لكل اسرائيل، لك نو الاكسبشن بين قوسين، لمين؟ انقياء القلب. والايه الثانيه اللي جت في الموعظه على الجبل لما ربنا قال طوبى لانقياء القلب لانهم يا يعينون، لانهم يعني إيه لهم يعينون الله؟ يعني ما حدش هيخش الأبدية إلا برتبة نقي القلب. علشان كده مهم إن إحنا نعرف القلب النقي ده إيه، ومهم نعرف أسباب تلوث القلب إيه، وإزاي نعرف إن في قلوب لا تعرف النقاوة قبل ما نجاوب على سؤال يوم الحد كيف أكتسب هذا القلب النقي. أنتوا فهمتوا بقى إحنا ماشيين إزاي؟ يبقى ليه مهم ان القلب يكون نقي؟ لانه بدون نقاوه لن تدرك صلاح الله ولن ترى الله. وما نكذبش على نفسك، لان ده اللي قاله المسيح، كلام صادق ووعد. فانا لازم ادور، هو انا قلبي نقي ولا مش نقي؟ ولا انا بخدع نفسي؟ ولا انا مش عارف ان عقوبه ان القلب اللي مش نقي ده انه مش هيشوف ربنا ويتحرم منه؟ مش هتعرف تخش السماء ولا تفتح مفتاح السماء الا اذا كان قلبك قلب ايه؟ نقي. حتى لو كان صعب، بس احنا عايشين طول عمرنا على الارض عشان نعرف ننقي قلوبنا دي من اي غضاضه او كراهيه او الى اخره. طيب عرفنا ايه اهميه القلب النقي؟ ان بدون نقاوه القلب لن يعاين احد الله. السؤال الثاني، ما هي سمات القلب النقي؟ ما تيجوا تقترحوا معايا عشان ما تناموش.
اول اربعه يرفعوا ايديهم هاخد ارائهم. ها هيكون ذهنه نقي وطاهر. لا هي الذهن والقلب. انت بتقول لي لا لا بتضحك عليا بتضحك عليا بتضحك. لا 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 يعني ايه قلب نقي؟ يعني يعرف يحب، متواضع، ممكن يخدم الناس حتى اللي ما بيحبوهوش، يسامح، قلب اطفال. برافو عليك، دي كنت بدور عليها، كنت هتقول قلب اطفال. طيب انا هقول شويه سمات كده لان الوقت مش هيخلينا نقول كل صفات القلب النقي، بس هقول بعضيها. اول صفه من صفات القلب النقي انه قلب مستقيم بلا ازدواجيه. يعني ايه قلب مستقيم بلا ازدواجيه؟ واحد كده، اصل في واحد كده، واحد كده اللي تمشي كده، دي الحيه، والحيه مش ممكن تكون نقيه. ماشي، تاني واحد كده، واحد مستقيم كلمته واحده، ما يعرفش يبقى برايين، اللي بيقوله ثابت عليه. صحيح انا ممكن اقول رايين الاثنين مختلفين بس بحسب خلاص نفسهم او بحسب الحكمه، لكن انا قلبي نفسه مستقيم ولا مش مستقيم؟ انا ليا لسانين ولا لسان واحد؟ يعني في بيتي انا بتصرف باسلوب وانا لابس البيجامه، وانا لابس البدله في الشغل بتصرف باسلوب تاني، ولا انا؟ طب بلاش انت، انا هل انا جوه الكنيسه كاهن وجوه بيتي كاهن، ولا ما بدخل بيتي وبقلع الجلابيه السوداء والبس الجلابيه البيضاء بتحول لشخص تاني؟ الانسان النقي مستقيم القلب، ما يعرفش ابدا يكون عنده اعوجاج في ضميره، ما يعرفش ابوس ابونا واخده في حضني اقول له اهلا يا ابونا صدقني وحشني وانا من جوايا غير كده. ما ينفعش، ما ينفعش اللي جوه يبقى غير اللي بره. ما ينفعش ان انا تكون لي حياتين، وعلى راي الناس ما بتقول في مصر على كل لون يا بطسطه. يعني ايه على كل بطيستة؟ ده نوع من انواع القماش، يعني يقولك احنا عندنا التشكيلة كلها كل الوانها. ما ينفعش عشان اكون انا مع اصحابي اخد راحتي في الضحك وشاب ريكاس فور فان، شرمين نلعب بولت كوتشينا الدور بدولار ما تفرقش حاجة صغيرة. لا، في حاجات ما ينفعش اعملها، لان في كل الاحوال انا شايف ربنا وربنا شايفني. في ناس بتعيش حياتين، في ناس في مصر تحب تمسك العصايه من النص تحت مبدا اعتمى لقيصر لقيصر وما لله لله. المسيح ما قصدش كده، اقصد ادفع الضريبه للحكومه وادفع العشور لربنا، لكن قلبك يكون بتاع ربنا والحاجات المدنيه دي اعملها. لكن في ناس عايزه تعيش حياتين، عايزه حاسه ان الايام we have too few days to live so enjoy your life. على فكره ربنا مش against انك انت to enjoy your life، لكن in which way، في اي طريقه انت بتستمتع بحياتك. لو الطريقه دي مش مظبوطه يبقى انت مش مستقيم، يبقى انت مش نقي القلب. واحد يبقى مع مراته وفي بلاش ومش عارف يصون عينه، احنا زيت بنضحك في ايه؟ هو ده ينفع؟ ما ينفعش الحقيقه. علشان كده كان ايليا واضح قوي، وبخ شعب بني اسرائيل لما كانوا يجمعوا بين العبادتين، بين عباده الله وبين عباده البعل، فقال لهم اسمع منك له، ان كان الرب هو الاله فاعبدوه، وان كان البعل هو الاله فاعبدوه. لكن انت عاوز تعبد البعل والله؟ ما ينفعش. اذا كانت ذاتي هي الاله اعبدها، واذا كان الله هو الاله فنتضع تحت رجلين الهي. لكن انا الحقيقه I mix everything. واللي انتوا عارفين في مثل امريكاني عندكم حلو قوي يقولك ايه؟ جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نان. عارفين المثل ده ولا لا؟ يعني ايه جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نان؟ اللي بيعمل نفسه في حلاوة وبتاع كل حاجه في الاخر خالص بيطلع بولا حاجه. بلاك اور وايت اور جراي. المشكله ان معظم الناس ايفن حتى في الوسط الكنسي عايشين ان جراي اريا. يعني جري اريا الحته اللي مش عاجباه في طريق ربنا ما تحركهاش قوي. ما احنا ارثوذكس وغين عقد كده وقصاوخ. يا رب حبوات يا اخي فتح شويه يا اخي، فتح شويه يا اخي، ربنا يفتح عليك يا اخي. الحقيقه ربنا قال طريقي ضيق، ربنا قال طريقي فيه صليب. انت عاوز ايه من ربنا بالظبط؟ لا انا عاوز الحته اللذيذه في ربنا. ربنا الحنين، ربنا اللي بيسامح، ربنا اللي كله حب،
ربنا لا تخف ايها القطيع الصغير لان ابيكم سر ان يعطيكم الملكوت. طب بقيت الايه بتقول لك ايه؟ بيعوا امتعتكم. ابي عمت قلبي قلبي ده انا امتعتي انت عارف انا كان لسانه هنا بعمل ايه؟ بسف التراب واحط الدولار فوق الدولار. تقول لي بيع امتعتك واعطي صدقه. خلينا في حته الاولانيه، لا تخف ايها القطيع الصغير لان ابيكم سر ان يعطيكم ملكوت. طب وبقيت الايه شيلها شيلها، دي عهد قديم دي ولا ايه؟ دخلت على عهد جديد ولا ايه؟ الحقيقه الاثنين ايه واحده في العهد الجديد، بس الناس عاوزه فيري بيكي. اللي هو فيري بيكي؟ اللي بيريح ضميري من ربنا بيريحه، لكن تاخد ربنا از باكج لا. علشان كده القلب المستقيم قلب واضح، ما يعرفش لف ودوران. شمشون كان لقبه نزير الرب. طب انت يا شمشون كنت زاني ولا نزير الرب؟ يقول لك انا الاثنين بوث. لا ما ينفعش، يا نزير يا زاني، اختار لك صفه من الاثنين، يا ابيض يا اسود. لكن الحته اللي انت فيها دي انك انت في وسطينا وانت زاني ما تنفعش، لانك انت يا شمشون يو هاف يعني لازم يو هاف مش عارف اقولها ازاي، يعني لازم تكون واضح مع نفسك، ما تكذبش على نفسك، لان كل واحد عنده كذبه ممكن يصدق بيها نفسه. حتى هو في حد زاني يقول لك انا زاني؟ لك انا ما ارتحتش مع مراتي، عمرها ما فهمتني، عمرها ما حست بيا، عمرها ما قدرتني، انا في نظر كل الستات لكن الا مراتي. في ايه؟ في ايه؟ في ازدواجيه في السلوك، في واحد بيخضع ضميره بكذبه يصدقها عشان يبلع بيها السم. لكن القلب النقي مش كده، القلب النقي عنده الامور واضحه، الصح صح والغلط غلط. مش ضروري يكون عصبي، مش ضروري يكون حاني، مش ضروري يكون ثورجي وبقلب الترابيزه على الناس وكفر وادخل ناس سما واطلع ناس من سما. لا، it's not your job. Your job is your heart. Purity of your heart. انك انت تكون نقي امام الله. هو ده تشالنج، مش انك تصلح قلوب الناس اللي حواليك وتنقيها. ما تبص يا اخي في طبقك يا اخي. طبقك اللي بقى فيه دبان ميت، وطبقك اللي بقى فيه سوس. واحد تبص على بخليك انت دور على استقامة قلبك علشان تحدد انت مين. اسأل نفسك انت مين. انت فعلا واحد مسيحي عليه علامة دم المسيح، ولا واحد عايش؟ انت لما تسأل اي واحد انت مين بيقولك انا دكتور، انا مهندس، انا شغال في شركة كذا، انا شغال في شركة كذا. لكن كم واحد اول قيمة عنده لما تقول له انت مين يقولك انا مسيحي ابن للملك؟ very few. ضاعت. عشان كده احنا we have to search about our identity. انا مين؟ يبقى اول سمة من سمات القلب النقي هو الاستقامة. تتكلم مع انسان تحس ان الكلام ده كلام واحد، يقولك فلان قال، فلان قال، مش فلان ده ملاوع. الحاجة الغريبة ان احنا بقينا نفتخر باللوع بالملوعة. عارفين يعني نفتخر؟ We are very proud ان احنا we have become very sneaky and very tricky. يعني ازاي very sneaky and very tricky؟ يقولك جالي ولف عليا، بس على مين؟ مبروم على مبروم ما يلفش. ايه بقى مبروم على مبروم دي؟ اكسبريشنز جديدة قوي. يقولك على مين؟ على فكرة قعد معايا نص ساعة لفت، بس مش على اخوك، وديته البحر ورجعته عطشان. ها 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 ها. احنا بقينا كده؟ هو ده الشعار بتاعنا، ان احنا فقدنا بساطتنا وفقدنا استقامتنا وبقينا لونين زي الناس اللونة. يقولك لا دي حكمة. يا سلام، امال الخبث بقى يا حبيبي؟ الحكمة في الخير مش في الخبث. انا طولت في النقطة دي، معلش استحملوني. احنا قلنا اول نقطة في القلب النقي انه مستقيم بلا ازدواجية. اعرف كده لو انت جواك محبتين. احكي لكم على حاجة الازدواجية. وانا كان عندي 3 سنين عمر، كان شغل ابويا في السويس. انا فاكر التجربة دي وفاكر المطبخ، واحنا عندنا 3 سنين كان شكله ايه. فانا رحت عملت ايه، انا كنت طول عمر I used to think ان الكريستلز بتاعت الملح والكريستلز بتاعت السكر اخوات. يعني حاجة طفل بقى، خيال طفل، ان ايه الملح والسكر دولة حاجات بيضة. وانتوا عارفين بعض الناس ممكن تتلخبط اوقات، يعني لما يكون الملح ناعم والسكر ناعم بيتلخبطوا، صح؟ فانا عملت حاجة غريبة قوي. جبت معلقة ملح و3 سنين ونص، مش عارف عملت كده ازاي، يعني
جبت معلقه ملح ومعلقه سكر وميه، انا عارف امي بتدوب السكر عشان تعمل لنا لموناته، فانا حطيت الملح على السكر يمكن 4 سنين وقلبت قلبت 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 وشربت وطرشت. افهم انا عايز اقول ايه، ان ما ينفعش السكر والملح، ما ينفعش الخبز والحكمه، ما ينفعش النصاحه مع الطيبه. انا مش عاوزك تكون بلا حكمه، بس عايز قلبك يكون مستقيم امام الله. اللي انت بتقوله مع ربنا هو الذي تعنيه، مش انت تقول حاجه وتصرفك يبقى حاجه تاني. يبقى اول سمه من سمات القلب النقي انه ايه، انه بلا ازدواجيه. تاني حاجه انت قلتوها حلوه قوي في القلب النقي، انه قلب بسيط، قلب اطفال، عمره ما يشيل ولا يفتكر. اوقات في مصر عندنا يسيبوا العيال تلعب مع بعض، يخبطوا في بعض، وكل ام تطلع تقول لها ابنك مش متربي، التانية تقول لها انت اللي ابنك مش متربي، وتبقى خناقة. والعيال بعد ساعة يقول له انا عايز انزل العب مع فلان، تقول له ده انا انت وقعتني في ده، انت حرة، انت ماما بايظة، انا ماليش دعوة، انا قلبي نقي، انا قلبي نقي، انا ازاي ما العبش معاه يعني. وبعدين هنتخانق ونتخانق بس نصفى بسرعة قوي. كبرنا وفقدنا بساطتنا، وبقى في راجل عاوز يعلم مراته الادب، وست بتعرف تحرق دم جوزها. ايه ده؟ فين بساطة الأطفال؟ جنز ويند خلاص، ده باست انسناه من أول ما كبرنا كده وصوتنا اتغير وشنب الأخضر طلع. بقت النصاحة إنك ما تبقاش بسيط، لأن بسيط يعني عبيط. مين قال كده؟ مين قال كده؟ ما بقيناش بقينا نعرف نكذب ونحور في الكلام، فقدنا البساطة. القلب البسيط لا يسيء الظن. معلش، من غير زعل من غير زعل من غير زعل من غير زعل، الحتة دي للستات أكتر شوية. الستات عندهم إساءة الظن أكتر أكتر شوية. يعني الراجل بسيط أبسط، ما من غير زعل أنا بتكلم على حاجة. يعني طبعا في ستات قديسات، أنا ما تزعلوش مني، وفي رجالة ما تسهلهمش، أوكي مشوها كده، أنتوا خدوا بالكم. لكن أنا بتكلم جنرالي عشان برضو أنا عايز أعيش يعني اليومين دول، ومش عاوز حد يلومني واطلع صاحب الكل وحبيب الكل. لكن بصفة عامة الست عشان كائن عاطفي عندها يعني الراجل تقول له تقول لمراته كده، مراته تقول له أنت خدت بالك هي سلمت علينا إزاي؟ لا إزاي؟ لا ده أنت مش فاهم، مش فاهم إيه؟ لا أنت ما تعرفش بقى، دي سلمت عليا بثلاث صوابع وعملت كده، عملت إيديها كده، وكل ده عشان تفرسني. الراجل ما شافش حاجه من السيناريو ده خالص. وبعدين المشكله مش هي اللي يبقى قلبها وحش وما فيهوش نقاوه، جوزها هو اللي مش فاهم حاجه وعبيط. هما الرجاله بتفهم حاجه لما يقعدوا اتنين ست مع بعض، بقى اتنين ست تلاقي بس كان بيدور على الاوبن بوفيه ولا بتاع، ما خدتش باله من الزغره والنظره والتغميسه وهي هي هي، ومن تحت لتحت بقى تلاقي كلام تحت الترابيزه كده. ازيك عامله ايه؟ تقول لي قالتها لي بابتسامه صفرة. هو ما انت لونتيها؟ في حاجات كده. فين بقى؟ في سوء ظن. طيب يا ستي حتى لو هو يقصد كده، مش في ربنا؟ فرضا ان انت جاي وتضحك عليا، مش في ربنا؟ طب ليه ما خليني انا خليني بسيط زي الانبا ابراهام؟ الناس راحوا له قالوا له اخونا هندفنه. قال لهم مش انا ناصح بقى، انتوا كدابين وبتكذبوا على اسقف. قال لهم خدوا روحوا ادفنوا. فاكرين الحكايه؟ رغم بس هي اساسه ان هو ما فقدش بساطته. ما فقدش بساطته، فين قلب الطفل ده؟ ليه يا رب الطفل اللي جوايا مات؟ عايز اقول لكم حاجه، عايز اقول لكم حاجه، مهما كبرتوا في السن، ومهما كبرتم في الخبره، ومهما كبرتم في حكمه التعامل، اوعى تخلي الطفل اللي جواك يموت. لان الطفل لو جواك مات انت اتمررت من غير ما تحس، انت تعبت. لان الطفل كان بيحط راسه على السرير يجيب الصبح من كتر اللعب والهري، وانا قعدت على السرير بهري في نفسي طول الليل زي سيخ الكباب على النار بتقلب يمين وشمال، لان هو قال وانا ما رديتش. هنا غيظ ونكد. مين اللي تعبان؟
أنا. ليه أنا تعبان؟ عشان أنا الطفل اللي جوايا مات. ما ترجع تاني، أنا مستعد الناس كلها تقول علي عبيط بس أعرف أنام بالليل. أنا مستعد كل الناس تقول علي بلا حكمة بس أكون في نظر الله بسيط وعندي حكمة الأطفال. لكن كبرنا نفسنا، بقت المجتمعات كلها بتبص لبعض. ايه اللي حصل؟ ليه الطفل اللي جوايا مرجعش تاني وينتصر على الانسان الشرير اللي جوايا اللي كبر جوايا وبقى يفرز الناس ويقيمها ده كذا وده ورا كذا وده حكايته كذا وانا مالي؟ هو في طفل بيفكر في الحاجات دي؟ تاني هقول لكم النصيحة دي، مهما كبرت في الحكمة والتعامل مع الناس اوعى تخلي الطفل اللي جواك يموت. اوعى تخلي الطفل اللي جواك يموت. يبقى نمرة واحد هو قلبه مستقيم، اتنين هو قلب بسيط. يا رب رجع لي تاني قلب الاولاني، رجع لي تاني لما كنتش عارف اميز بين السكر ولا بين الملح بس كنت مبسوط وكنت فرحان، كنت بفرح بكل حاجة. بس لما كبرت وبقيت متكلف وبقينا بنحسب، احنا خدتها وعلى فكرة يا ابونا انا ما بستخسرش، انا خدتها في ممطعم دفعنا في الدينر بس $100 the most expensive restaurant in Texas all of Texas. ايه اللي انت بتقوله؟ بتخليك طفل يا اخي. سمة من سمات القلب النقي انه قلب حساس، وحساس دي فيها حاجتين، حساس دي فيها حاجتين. نمرة واحد حساس لربنا، حساس لربنا، والحاجة التانية حساس للناس. هبتدي الاول بقلب حساس للناس. يعني ايه قلب حساس للناس؟ يعني ايه؟ في واحدة ست زنت، سوري يعني في اللفظ، جابوها بمظاهر الزنا، يعني عاملين فضيحة وجرجروها وحطوها على الأرض. والوصية بتقول إذا كانت واحدة كده ترجم، يعني الناس ما افترتش على فكرة، ما افترتش. وإحنا عندنا إنه لا توجد مغفرة إلا بالتوبة، صح؟ في قاعدة كده، لا توجد مغفرة إلا بالإيه؟ بالتوبة. يعني لو أنا مش تايب ربنا يغفر لي إزاي؟ عمره ما يغفر لي، فلا توجد مغفرة إلا بالتوبة. خليكم معايا. هل حد في الانجيل بتاع يوحنا لما بنتكلم على الست التي امسكت في ذات الفعل لقى انها قدمت توبه؟ لقى انها قدمت توبه؟ ما قدمتش توبه. بس شوفوا ايه اللي حصل بقى. اللي حصل ان الوحيد اللي شاف عينيها المكسوره والكلمه اللي قالتها بقلبها من غير ما تقولها بلسانها هو كان رب المجد يسوع. قال له وانا ايضا لا ادينك، اذهبي ولا تخطئي. الوحيد اللي حس بيها كان المسيح. احنا اوقات كتيرة قوي ناس بتبقى غلطانة وبدل ما نحط مرهم ما نحط ملح على جرحها ان احنا نتكلم عنها ونشاهر بيها، نقول فلانة صلولها 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 صلولها، متجربة متجربة متجربة، هي خير ربنا يعلم. انا مش عايز اتكلم بس بنتها عايشة مع واحد من غير جواز، كان ما كانش ليهم خروج من مصر، دول ما كانش ليهم خروج من مصر. ياه صدقيني قلبي بيتقطع عليها وبصلي بدموع علشانها. ربنا بيقول لك وفري دموعك عشان انت كدابة، عشان انت وقعتي في خطية أسوأ انك شهرتي بيها. انت مش قلبك نقي، انت لبستي مسوح القديسة اللي بتعيط على واحدة هلكة، وانت أسوأ لانك لو قلبك حساس ما كنتش جبت السيرة وكنت سطرتي. ده يوسف لما شاف العذراء في بيته حامل، ودي حاجة تشين اي راجل، خلي بالكم خلي بالكم ان لما هيتطردها برا البيت كل الناس هتقول ده راجل ما عندوش مروقة، ازاي تعمل كده؟ شوف الاية بتقول ايه، واذ لم يرد ان يشهرها اراد ان يخليها سرا. قال لها يا بنت الناس انت ما احترمتيش، وهو بقى مش هتفهم بقى ان في ملاك نزل. قال لما الملاك نزل له هيقول لها ملاك نزل انت هتشتغليني ولا ايه؟ قلت ما فيش حاجه اسمها كده، حامل يعني راجل.
قالت لا مش هيصدق. فلما اراد ان يشيرها اراد ان يخليها سرا، يعني قال هشيل عاري او هشيل كده من وجهة نظره، يعني ده عار ومش هتكلم عنها ابدا. مين فينا في نقاوة قلب يوسف الصديق؟ ولا واحد. صور واحد مراته خانته ويصر ان ما يقولش لاي حد ان مراته خانته، مين ده؟ ده قلب ناقي. وانا ايضا لا ادينك، بس احنا بنقع قد ايه في الكلام عن الناس. ده احنا لو ملناش حد نتكلم عنه في تكساس هنتصل بمصر اخبار بنت خالتي ايه. وديها نميمه بقى. ده قلب نقي. ده واحد بيحس بالناس. انتوا فاكرين قصه ابراهيم الجوهري لما كان راجع في العيد ومراته لقيتهم مخبيه الاكل كله بملايه ومضلمه البيت، بيقول لها ايه ده احنا صايمين 55 يوم؟ قالت له لا، اصل في اول الناصيه فلان اتمسك في الكراكون، مش هنحتفل بالعيد ومراته بتعيط في بيتها. ياه، هو في ناس كده دلوقتي؟ خالص اتغيرنا قوي، وبقى كل واحد يفكر في مفهوم واحد بس، يلا نفسي انا ومن بعد الطوفان. ده قلب حساس. ابونا بشوي كامل، كلكم عارفين الحكايه دي، حتى لسه جاي على النت قريب. عارفين ابونا بشوي كامل لما راح يصلي صلاه تبريك لواحده ست، هو ابونا لقى سيدروس اللي حصل. فالست قالت له انا هعمل لك عشاء، هعمل لك عشاء. قال لها لا انا اسف جدا، مش هقدر اتعشى. ليه مش هتقدر تتعشى يا ابونا؟ علشان مواعيدي ضيقه. قالت له ده انا كنت هعمل لك بطه. صوروا ابونا بشوي الراجل متعفف جدا، عارفين قال لها ايه؟ قال لها اخد حق ناشف. قالت له زي؟ قال لها اخد البطه واكلها وقت ما اكلها. فادته البطه، فابونا لقى مستغرب، ده ابونا بشوي كامل ينزل ببطه؟ ده رجل عفيف جدا، يعني رجل بتول وعفيف، مش بتاع اكل من اساسه يعني. قالوا لا، قالوا هاتشيلها ازاي؟ قالوا مالكش دعوه. راح فتح الفراجيه اللي كانوا زمان كنا بنلبس كده فراجيه ايامها كده، تلاقي الكم بتاعها متر. حط البطه ومسك بوزها عشان البط ما يعملش صوت. مسك بوزها وجريء برضه يعني، مسك البطه جوه مسك كده وحطتها كده، وقال له اطلع بينا على العنوان الفلاني. يروح لارمره عندها اربع عيال او خمس عيال مش لاقيه تاكل، ولا شوفي ربنا من محبته بعت لك ايه. قبل على اسمه انه يتقال انها خدها لحسابه، بس في بساطة ونقاء قلبه هو حاسس بالناس. ازاي انام في بيتي وفي واحدة جعانة من شعبي؟ يجيب لها الاكل وبعدين يروح ينام. ده قلب حساس، ده قلب نقي. احنا حساسين قد ايه بالناس اللي حوالينا؟ حساسين قد ايه بالناس اللي لسه جاية اللي بيسموها نيو كامرز؟ ده بعض الناس القدام اللي بقالهم 20-30 سنة بيبصوا نيو كامرز دول بقرف. ده لا اكسنت مصري ولا اكسنت انجليزي، قال يعني هو ام انجليزية. يعني هو بقى ميد ان لندن بقى. كلنا كنا ومهما كنت بتعرف انجليزي بتوه عندك كلمة واثنين وثلاثة. ايه يعني؟ بس الحقيقة فين بقى القلب النقي ده اللي بيحس بالناس اللي معاه؟ في واحد يقول لك انا لازم اخدم النيو كامرز، هعمل لاولادهم كلهم دروس في الانجليزي عشان ينطقوا بسرعه والعيال في المدارس ما تضحكش عليهم. واحد يقول لك من ساعه ما جم والكنايس اتملت وبعد عنك يا ابونا، كلتشر غير الكلتشر خالص. يا خبر ابيض، الواحد يصلي فين يا ابونا؟ يصلي فين؟ يصلي فين؟ ده معنى كده ان لو المسيح نزل بلقب انه ابن نجار بحسب الجسد اللي كانت اليهود تعرفه، صدقوني من داخله كنيستنا. اصل احنا الحته دي في دالاس فيري هاي ستاندرد، كلها دكاتره وكلها الناس اللي شغاله في الاويل بيزنس من زمان، عندهم فور جاس ستيشنز. فدي الكنيسه اللي هم فيها بقى الناس اللي متلمعه. المهم تبقى متلمع قدام ربنا يا حبيبي مش قدام الناس. فين بقى القلب الحساس اللي بيحس بالناس دي؟ فين القلب ده؟ فين القلب اللي بيفكر كم واحد اكل ولا ما اكلش، نام ولا ما نامش؟ بقينا very selfish و very self-centered. مش
عايز اكتر اكتر من كده. نقطة تانية، القلب حساس حساس بقى لحساب ربنا. يعني القلب النقي هو اسرع واحد يتوب ويرجع لربنا. في مثل في الكتاب المقدس، اب كان ليه ابنين، فراح للاب للواد الكبير، الواد البكري، قال له الزرع والارض، قال له من عندي يا بابا، قبل عندي. وبعدين راح الواد الصغير قال له ما تروح للارض، قال له انا كل حاجه عليا، انا مش عايز اروح الارض، انا مش عايز اروح بتاع. بيقول لك بس بعد فتره الكبير اللي قال من عندي من عندي ما حدش شافه، والواد الصغير اللي قال له لا انا ماليش دعوه راجع نفسه وراح اشتغل. فالمسيح بيسال بيقول هو مين فيهم الابن الصالح اللي راجع نفسه؟ انا وانتم ممكن نغلط اي غلطه في الدنيا، محدش فينا فوق الغلط، حتى قديسين وحتى اباء سواح وقعوا في الخطيه. احنا من كتر ما بنحكي على اباء القديسين بنحكي بصوره ان هم ما لهمش غلط، لا، قديسين ليهم اخطاء وليهم توبه وليهم اعتراف، بس الفرق اللي بينه وبين القديس هو درجه حساسيته. عارفين زي واحد كده في مصر يقول لك ايه، بيستحمى كل مثلا شهر يعني، فيبقى متضايق قوي ان في ناس بتستحمى كل اسبوع، وده متضايق ان في ناس بتستحمى كل يوم، يقول لك انا نهار ابيض ده سفقه، ده هدر الميه والصابون. ازاي واحد كده؟ وفي واحد من كتر حساسيته للخطيه ومن كتر حساسيته للغلط عامل زي ما يكون واحد عنده وسواس نظافه، يقول لك انا هستنى لما اغلط عشان اتوب، ده انا هفضل اتوب قبل ما اغلط، وافضل طول ما انا ماشي اقول يا رب ارحمني، يا رب سامحني، يا رب اتحنن عليا، ده انا جبلتك يا رب، ده انا ابنك يا رب، اوعى ترفضني من وجهك مهما كنت خاطي، بس انا ما اعرفش غيرك انت، وانت ابويا اللي لازم ارجع له. علشان كده الانسان الحساس او قلبه نقي على طول الخطيه من اولها. عارفين المسيح قال ايه؟ عاوز يعلمنا النقاوة. قال لك قيل للقدماء لا تزني، ما تزناش. الزنا يعني واحد يخش بيت مع واحدة. أما أنا فأقول لكم، عشان يرب فيك ضمير نقاوة العين، من نظر إلى امرأة، يعني القلب النقي، القلب النقي صدقوني من أول لحظة إن حس إن إيه الست دي نخشى شوية، اخلص اخلص، نخشى ولا مش نخشى، مش بتاعتي، في وسطك حرام يا اسرائيل. لكن لو قال نخشى وبعدين هي ضحكت له هو ضحك لها وبعدين قالت له يو ار يو لوك فاني يس اي ام، وبعدين يو لوك سمارت يس ام سمارت تو، وبعدين وهي يقول لها انت على فكره يو هاف يعني مش عارف الهير كات بتاعتك الجديده دي اسن يو لوك فيري لافلي مش عارفين خلت وش تقول ثانك يو ميا عباد عنكم ميا ومياصة توقعك في أسوأ خطية، علشان انت ما بصيتش لنقاوة فكر المسيح لما قال لك من نظر إلى امرأة. هو أنا لسه لما أنظر وبعدين أمقق وبعدين أقول لك يقول لك بيوتفول، وأنت مالك أنت؟ ما ليها راجلها اللي يقول لك بيوتفول مالك؟ ليه؟ فرقت عين بعد عنكم. بس دي عبارة عن إيه؟ مش نقاوة قلب. لأن القلب النقي واضح قوي ان يبكت نفسه على الغلط ب ب ب ب ب ب ب يعني عارفين يعني ايه حساس؟ اصل بعد عنكم في ميزان اسمه ميزان الاباني، ده اللي كانوا يوزنوا بيه بلات القطن بقى، يعني الميزان ده يبقى الايرور فيه 3 كيلو رايح 3 كيلو جاي، لانه بيوزن بقى بال 500 كيلو، فيعني ماينس 3 بلس 3 ما تبقى. وفي ميزان تاني اسمه ميزان الذهب، بيوزن العشر جرام، يعني الجرام يقسمه العشرة ويوزن عشر جرام. الإنسان النقي ميزانه ميزان حساس، والإنسان اللي بيبرر الخطية وضميره ابتدى يبعد عن محبة الله بقى ميزانه ميزان أباني. أنا جات من نظرة، النظرة طب بذمتك بذمتك، وفي راجل ما بيبصش، وبعدين ده لو الراجل بص، ده لو ربنا طبق فكرة إن الراجل لو بص دوت ما يخش السماء، ما فيش رجالة تخش السماء ولا ستة، يبقى السماء قفلت خلاص. وبعدين الحكايه كله فور جوكس اند فان كده يعني، اتس جود تايم اتس جود تايم. هو دي النقاوه؟ لا، ده معظم الخطايا الكبيره بتبتدي بتساهل صغير. كانت جدتي الله يرحمها تعمل لنا بولوفرات صوف تريكو، فلاقيها مره بنرفزه كده قاعده تكر، قال لها في تقول لي في غوار زفلتت،
فلازم اجيب السطر واللي قبليه من الاول. قولها ما جاتش على خرم تقولي لا ده ده يخلي البلوفر كله يكر. الانسان اللي عنده نقاوة قلب بيبقى حريص من اصغر خطية، لان عارف الخرم الصغير يوقع مركب كبيرة حتى لو كان سنتي. احكي لكم حكاية على البابا كيرولوس لحبيب الكل ده. بابا كيرولوس في يوم من الايام اصدر قرار ان مفيش رهبان تسرح من الدير، كله يرجع الدير. فدخل في كنيسة في مصر قديمة لقى اب راهب بيصلي. فلما اب راهب بيصلي، هما كانوا لسه في رفع بخور باكر، هو كان اللي يعرف بابا كيرولوس لا كان ليه وقفات كده وزعيق وتكشيرة وتبريئة يعني مش بالساهل يعني. فقال له ابونا احنا مش قلنا ان كل الرهبان تروح في الدير؟ شوفوا القلب النقي اللي بيبكت صاحبه على الخطيه. فابونا وشه احمر وحس انه اتهزق في وسط الشعب، وده كان راهب من الصغير فوق الخمسين سنه. حس ان ايه، فضل ساكت طول القداس، خلص القداس اخد شنطته وراح الدير. مين ما نامش طول الليل؟ البابا كيرولوس. 8 الصبح كان بالعربية بتاعته على دير باب السريان، واتضربوا الجرس للقاء البابا، وطلع الأنبسة وفيلوس المتنيح عمل له مطانية وخده بحض البابا. بقى موجود عندنا في الدير ده، ليه نغمة خاصة في الجرس وليه دقة خاصة، حاجة يعني مش كل يوم بتحصل. أول ما دخل قال له حللني، بيكلم أنبسة وفيلوس، أبونا فلان فين؟ قال له في قليته. قال له أنا عاوز أشوفه. فبعته راهب لأبونا فلان، قال له قداسة البابا، البابا قداسة البابا مستنيك في المضيفة مع الأنبسة وفيلوس. قال له قل له حابس. حابس يعني إيه؟ يعني أنا مش هطلع. لا مش قدم توبة، هو قال كلمة حابس يعني واخد خلوة، كلمة حابس دي يعني أنا مش طالع. هو حرنان، هو متضايق. متضايق ازاي البابا هزقه في وسط كل الشعب وفي وسط الكهنة كده وقال له احنا مش قلنا الرهبان تروح الدير؟ ما يتفوتش 10 دقايق. طبعا انا لو بابا مثلا وبقول للراهب تعالى عشان اقول لك سوري ولا سامحك، فانت قلت مش عايز اقابلك، اعمل في ايه؟ ده انا اغضب عليه، ده انا البابا كيرولوس. بس البابا كيرولوس لا، قلبه نقي، قال انا مش هعرف انام قبل مصالحه. راح لغاية القلاية وخبط عليه وبيقول له مين؟ قال له انا البابا كيرولوس جاي اقول لك اخطيت يا ابونا سامحني. ففتح الباب وعمل له مطانيه وقال له اخطيت يا سيدنا انك تيجي لغايه باب قليتي. هو دي نقاوه القلب. قلب ما يعرفش ينام على غضب ولا يعرف ينام على زعل. بتضايق قوي لما اعرف ان في واحد ممكن يكون مخاصم مراته اسبوع. مش مصدق. مش مصدق. احنا ممكن كلنا نغلط وممكن كلنا نغضب وممكن وقت الغضب الشيطان يحط كلمة وحشة على لساني، بس ازاي انا انام وانا مزعل جسدي مني، جسدي اللي ربطني بيه المسيح وقال انتوا الاتنين جسد واحد؟ ازاي ازاي وادعي ان انا قلب نقي وطيب؟ لا انت مش قلبك نقي خالص خالص. داود النبي ربنا يبعت له ناثان وناثان يحكي له الحكاية، وبعد ما حكى له الحكاية بتاعت الزنا دي قال له الرب نقل عنك خطيتك يا تموت. يعني ربنا سامحه ولا ما سامحوش؟ سامحه ولا ما سامحوش؟ قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. يعني ايه؟ ربنا سامحك. نطت بقى الحمد لله ربنا سامحني. عارفين قال ايه؟ ابتدى يقول المزمور ارحمني يا الله كعظيم من رحمتك، لا ارحمني يا الله كعظيم بالاثام وحب الابي وفي الخطايا والاثام، لك وحدك اخطأت والشر قدامك. سامع ابتدى يتكلم بقى ان ركبه مرعوشه وسريره كله ميه ودموع. الله 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 الله، قلب حساس. مش كلمه سوري وتعدي، ده انا في واحد يبقى غلطان غلطه كبيره في مراته يقول لها يا اخي اعتذر لها، يقول ما تقول لها سوري. سوري ان انت عملت جريمه تقول لها سوري يا اخي، روح اعتذر صح يا اخي، خدها في حضنك وقول لها انا ما استاهلش، وانت 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 وانا 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 يا اخي اتضع شويه في اعتذارك. بس يجيب لك كبرياء الفرعوني ده يوديه فين؟ انا قلت لها سوري، هي هتفك لوحديها، خليها مع نفسها كده، اصل الصنف ده انا عارفه يا ابونا، كل ما تقول لها سوري تعمل لي فيها قطه ترفع ظهرها وديلها لفوق مخالبها تنزل. لا 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 لوحديها كده، تفك لوحديها براحتها براحتها براحتها. وانت عارف تنام؟ اه كنت بتفرج على اليوتيوب بشوف الماتش عادي خالص يعني.
يعني انت عارف ان مراتك دمها محروق وانت مبسوط؟ انا لا مبسوط ولا زعلان، هي مع نفسها بقى. يا بواختك او يا بواختك، يعني يعني الاحسن مش عايزين نزعل حد. احنا قلنا ايه دلوقتي؟ قلنا كم سمة في القلب النقي؟ واحد، حد فاكر؟ مستقيم. اتنين، لا بسيط. تلاتة، حساس. وقلنا حساس ناحية الناس وناحية علاقته مع ربنا وناحية الخطية. حصل؟ عشان ما طولش عليكم، عشان ما طولش عليكم، عشان ما طولش عليكم. اوكي يعني اطول ما طولش دي براحتي. اوكي مش مهم انتوا تتعبوا، المهم ان انا ما اتعبش. الشعب في ده الكاهب بتاعه طبعا. اخر نقطة هنتكلم عليها في القلب النقي، انه قلب متعفف ومتجرد. عارفين القلب الخفيف ما فيش حاجة ربطها بالارض، وكل ما الانسان يكون متعفف جدا يبقى نقي في العين. في واحدة تيجي تزورك تبقي قلقانة وهي زاراكي، تقولك الله 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 حلوة قوي، ده منين وبكام؟ الله الله السجادة دي من مصر، شحنتيها كمان مش عارفين. يا انت غيرت السجادة وغيرت الثلاجة وبقيت تجيب الثلاجة اللي مش عارفين. يا جبتيها منين دي؟ جبتيها في سيل ولا ضحك عليكي؟ تحسي وريني كده دوالي ايه اللبس اللي عندك، وريني كده. في واحد تلاقيه دخل كده تعبك، يعني حتى لو انت محب لا تعبك تعبك. ايه ده ايه ده، انتوا جبتوا عربيه تانية؟ طب ايه لازمتها؟ فتحس انك تعبان. بص بقى القلب بقى النقي ده قلب ايه؟ متعفف جدا. مين هو الغني الحقيقي اللي عنده 10 مليار؟ طب ما في واحد عنده 20 مليار، طب في عنده 90 مليار مثلا، يعني واحد عنده حقل بترول بتاعه هتعمل هتجيبه منين ده؟ فمين مين الغني؟ عارفين مين الغني؟ لا 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 لا، اللي مش محتاج، اللي مش محتاج انك تجيب لي اي حاجه في الدنيا مش فارقه معايا. شايف الالماس ازاز، لكن الجعان حتى لو عندها خاتم قيراط عاوزه تجيب قيراط وربع وقيراط ونص ويغزوا بعض كده، بس عشان كله جعانين زي بالظبط شويه قطط على صفيحه زباله ونسين ان هم بيتخانقوا على ايه؟ زباله. لكن الانسان الغني الحقيقي اللي هو مش محتاج حاجه، فانت تقول له شفت القلم مون بلون ده، القلم مون بلون بس دوت بقى فيه سن بتاعه ذهب والمش عارف كام، انا جبته في سيل جبته ب 600 دولار. طب ما القلم بجيبه ب 50 قرش بيكتب، يمكن خطه احلى كمان. اي حاجة توصلني تدي الناس تغرق في تعظم المعيشة. فلان جاب عربية ايه؟ تعرفين طبعا المرسيدس عقدة المصريين، يعني ان شاء الله يجيبها يتصور بيها وبعدين يسبحها تاني يوم، بس ولازم يكون جنب مرسيدس بعد حاجة كده من كارير نجاحه. هو احنا ربنا بيقيمنا كده؟ ربنا بيقيمنا كده؟ الانسان الغني الحقيقي هو الانسان الشبعان. وعشان كده القديس اغسطينوس قال امتى صرت على قمة العالم؟ عندما صرت لا اشتهي شيء، مش عارف حاجه من الدنيا. انت كده غني، غني مش فارق معاك حاجه، تاكل ايه؟ اي حاجه. تشرب ايه؟ اي حاجه. تنام فين؟ اي حته. عارفين ليه؟ مفيش حاجه تقدر تزعلني عشان انا مش عاوز حاجه، فاي حاجه تيجي بشكر عليها ربنا. القلب المتكلف الاكسبكتيشنز بتاعته عاليه، فلو ما جالوش اللي هو متوقعه بيزعل ويحزن. لكن المتجرد مش عاوز حاجة، والمتجرد هو اللي عارف يفرح. فهقول لك مش الغني مكتفي بما عنده، ده الغني أحلى يقدر يتنازل على كل اللي عنده. قلبه نقي. الأنبا بولا، الأنبا أنطونيوس، بس دي قصص ملهاش علاقة بينا، احنا نحكيها بس في المؤتمرات. لكن وقت الجد تيجي تقول لي الله حلوه الساعه اللي في ايدك، اقول لك اتفضل. هو 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 ده انا متوقع تجيب لي انت ساعه.
اديك ساعه ليه؟ اخد الساعه اللي معاك دي شطاره، اضحك عليك واخد الساعه اللي معاك. لكن لكن فعلا الانسان اللي بيقدر يتنازل بسهوله ده هو ده الغني. في اغنياء بخله وفي فقراء في منتهى الكرم. انا مش قادر انسى لما كنت بخدم خدمه قرويه في بيوت ما فيهاش اللضة. عارف يعني ايه ما فيهاش اللضة؟ انا هعرفكم بقى واحكي لكم على اغنى الناس اللي شفتهم في حياتي. تسمحوا لي بقى، الناس انقياء القلب. في يوم من الايام، انتوا عندكم استعداد تسمعوا كم قصه كده ولا الوقت خلاص؟ اوكي احكي لكم كم حكايه كده. الحكايه الاولانيه، احنا كنا بنشتري ارض ب 8 مليون، احنا ما عندناش نظام مورجج لان ما فيش بنك بيدي كنيسه. فاحنا بنعمل ايه؟ بنلم. وساعتها كان الفلوس قليله، كانت الكنيسه فيها مليون جنيه والارض تمنها 8 مليون وربع وتحتاج مليون تسجيل، فما كانش في فلوس. فقلنا بصراحه يا جماعه الدش اتفتح، الشعب متعطش ان هيبقى في ارض جديده والكنيسه ضاقت علينا قوي، فبقت الفلوس بتيجي من غير دفعنا المليون وعلينا قسط 3 4 مليون كل شهر لمده مثلا 9 اشهر 10 اشهر نخلص المبلغ. بعد شهرين ثلاثة أربعة الحقيقة الحنفية بقت سرسوب، وبعدين ابتدت تنقط، وبعدين ما بقاش في فلوس. فطلعنا قلنا يا جماعة اللي عاوز يدينا فلوس ونديها له كمان سنة عشان بس نسدد ديوننا هنديها له، واللي عاوز بيعيش من الفوايد هدينا الكابيتال بتاعك وهنديك الفوايد تعيش بيها لغاية لما نسدد الكابيتال. وإحنا كنيسة مش هنضحك عليك يعني، بس يعني إحنا علينا شيكات ممضية وراحت للبنك والراحب الارض ظهرها واخد فلوس بضمانها، فاحنا احنا مورطين، واحنا يعني احنا مورطين. والبابا شنودة كان واضح قال ما تجوش في يوم وتقولوا ان الارض دي عجزت، فكان الموضوع كلير ان احنا. فابتدينا نتكلم، فابتدت الناس بقى، ابتدت ناس تدينا فلوس وابتدت ناس تقسط وناس تقول فوايد. فجت لي واحده ست شكلها بسيط قوي 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 قوي، قالت لي يا ابونا عاوزك تيجي معايا البوسطه. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان نسحب كل الفلوس. قلت لها فلوس ايه؟ قالت لي الفلوس اللي في البنك. قلت لها ازاي؟ قالت لي بص يا ابونا انا بشتغل مساعده خياطه، مساعده خياطه وما اتجوزتش وحوشت، انا بشتغل من وانا عندي 14 سنه وانا النهارده عندي 55 سنه، يعني ده شقى عمري كله 40 سنه مكفيه على المكنه، كل اللي حوشتهم 25000 جنيه، تعال خدهم لو سمحت. فانا قلت لها لا يا حبيبتي ما اقدرش ما اقدرش. قلت لها بتقول لي ما تقدرش ليه؟ قالت لي علشان، قلت لها عشان ده انا ادي لك. طب انا هقول لك حاجه، انا لو اصر، هي اصرت قوي، فقلت لها طب هاخد منك ال 25000 دول ونديكي فوائدهم تعيشي بيهم. قالت لي ما يخشش مليم في جيبي. قلت لها طب نسلفهم للكنيسه ونرجعهم بعد سنه. قالت لي هو لما ربنا يعوز اللي ادانا الخير كله نسلفه؟ انت فاكر لو انا مت واترميت الحكومه هتسيب الغربان تاكل فيا، الغربان تاكل فيا؟ محدش بيموت ناقص عمر، ومحدش بيموت جعان في مصر، ومحدش بيموت في الشارع ويسيبوا النسور والغربان تاكل لحمه. ربنا حنين وهو عارف هيعمل معايا ايه. وبعدين ده الفلوس دي هو اللي ادهاني على مدى 40 سنه، لما انا اردها له كلها النهارده يجرى ايه؟ ورفضت انها تسترد الفلوس دي بعد ما الكنيسه سددت كل ديونها وبقى معانا فائض ادور عليها ان انا الاقيها ادي لها الفلوس، مش لاقيها. وانا باخد الفلوس قلت لها طب هاخد 20 واسيب لك 5 فور امرجنسيز محدش عارف. تقول لي لا لا ولا مليم حد الله بيني وبين قرش واحد في دفتر التوفير، دي اغنى من اي حد هنا لانها اعطت كل اعوازها. مين فينا في نقاء قلب المراه دي؟ هي دي الغنيه، هي دي الغنيه، اغنى مني ومن حضرتك. عارف ليه؟ لان انا عندي فلوس في البنك، هي طلعت كل اللي عندها اعطت كل اعوازها. الست دي كل ما افتكرها، رحت في اجتماع شباب لقيت بنت
لما انا بحكي لهم بقول لهم يا جماعه الفلوس واللي يعرفوا اهاليكم، فراح البنت دي من منطقه اسمها مدينه السلام، حته يعني شعبيه شويه، وبتيجي عندنا تحضر اجتماع شباب. فالبنت دي لقيتها بتقلع دبله. الدبله دي عباره عن ايه؟ قلب ذهب مفرغ، هي ذهب قلب كده مفرغ فاضي يعني قوتة. الدبله دي مش جايبه جرام. قالت لي راحت بتقلع الدبله. فقلت لها يا بنتي، وانا ببص كده ببص للارض كده لقيت الجزمه بتاعتها مفتوحه من قدام وصباعها شكله خارج لبره. فانا قلت لها يا بنت يا بنتي يا بنتي ده انا اجيب لك، وهي كانت تعترف عندي، واجهزك. قالت لي لما ربنا يحتاج حاجه تحرم عليا اللقمه اللي ابلعها. قلعت كل ما تملك في الحياه. ابوها كان بواب، وامها كانت بتمسح سلم العمارات عشان 50 قرش، وكل اللي عندها من ذهب قدمته. البنت دي اغنى مني ومنكم، لان محدش فينا عمل زيها. علشان كده القلب النقي هو قلب متعفف تماما. مين فينا يعمل زي ابونا بشير كامل لما المنجد طلب منه العربيه بتاعته؟ مين فينا لما تصوني انجيل بتقول لابونا بشير كامل يا ابونا انا ملاحظه حاجه غريبه قوي قوي قوي؟ قالت لها قالت له الفوط بتتسحب، احنا فاتحين بيتنا يا ابونا لكل واحد، الفوط خلصت اللي في البيت، يعني هنعمل ايه في الفوط؟ ما تترميش في الزباله، في حد بياخد الفوط. وبعدين شويه يا ابونا يا ابونا الطقم الصيني، الطقم الصيني قل، الطقم الصيني. وبعدين كل مره يقل كل مره يقل، بتقول له ما فيش حاجه. قالت له انا عارفه ان الناس دول هم اللي خدوا منه طقم الصيني، الجيراننا يعني، ومستغلين طبتك. انا مش هسكت وهقول لهم. قال اوعي اوعي تعملي كده، الناس غلطت غلطه سودا، جم في العيد عملوا كحك، بعتوا الكحك في الطبق بتاعهم. فقالت له شايف ابونا؟ شايف ابونا؟ شايف ابونا؟ الطقم بتاعنا اهو، عشان بقول لك وانت تقول ما تقوليش سيد الظن، ما تقوليش سيد الظن، الطبق بتاعنا اهو، انا مش هسكت واروح اجيب بقيه الطقم منهم والفوط كمان. قال لها ما يكونش، ما دام هم خدوه يبقى هم محتاجينه اكتر مننا. احنا نقدر نجيب غيره، لكن يمكن هم ما يقدروش يجيبوا غيره. فالحاجه راحت لليمين اللي يستحقها، ده قلب نقي. يا ترى احنا فين من المعادله دي؟ يا ترى احنا فين من المعادله دي؟ اراجع معاكم عشان انا خلصت. قلنا سمات القلب النقي: واحد مستقيم، اتنين بسيط زي الاطفال، ثلاثة حساس ناحيه الناس وناحيه الله ووصيته، أربعة متعفف ومتجرد. المتجرد هو اغنى واحد في الدنيا، اغنى واحد في الدنيا. انسان فعلا مش فارقه معاه حاجه خالص، عايش زي الطفل الصغير. ارجع تاني وهديكم نصيحه اخيره قلتها في وسط كلامي: اوعى تخلي الطفل اللي جواك يموت، لانك انت اللي هتدفع الثمن مش اي حد غيرك. ربنا يديني ويديك. لالهنا كل مجد وكرامه الان والابد امين. وبنعمه ربنا بكره هنبتدي الساعه كام عندكم في البرنامج؟ 10؟ ده متأخر قوي، ده احنا في مصر بنبتدي 8. ليه 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 10؟ علشان عشان في ناس هتبات بره، مش كله في الاوتيل، مش كده؟ طب بس ممكن تبقى 10 10 بليز، 10 10 يعني، علشان انا في حاجه بتضايقني، اول ما ببتدي الباب بيرزع 30 مره 40 مره بعد ما ابتديت. ليه؟ ليه؟ تشتخ تشتخ، بيلينوا مفاصله. طيب احنا دلوقتي هنختم، هنقول لحن صغير بركات مقدسة، وبعدين ابونا يقول لنا ابانا الذي، ويصرفنا بسلام. هبتدي اقعد مع بعض الناس، هقعد مع 10 بس الليلادي، مش هقدر اقعد اكتر من كده، لان برضو انا مش مظبط قوي يعني، يعني اوقات بشوفكم كويس واوقات بلاقي السحابة نازلة عليكم. هي مش فيش سحابة، هو عيني انا فهقعد مع 10 بس، محدش يقعد اكتر من 10 دقايق، لان يعني على قد 10 دقايق ده كتير كمان، انا في نيويورك في 5 بس، هنا قالوا لي 10، قلت لهم حاضر 10. وبكره نبتدي الساعه 10 الصبح.
هنبتدي برضو ناخد بقى حاجة عن العقيدة والهوية، وبعدين ناخد حاجة عن نقاوة القلب، وبعدين ناخد حاجة عن الكتاب المقدس، نكمل البانوراما العهد القديم، وبعدين بعد دور بقى ناخد سجن وكرباج. يعني عندنا حاجات حلوة كتيرة قوي ان شاء الله. يعني انا حكيت لكم حكاية عم حسين الطباخ وذكر البط، ما حكيت لكم مش دي، انا قلتها في مؤتمر في امريكا. بصوا بقى، احنا كنا قاعدين في بيت والدي في دور ارضي كده، وكان تحتنا كده في شوية قوت، فمنها راجل طباخ اسمه عم حسين. عم حسين ده طباخ. يعني ايه؟ يعني يجيله فرح يشتغل 3-4 ايام، هو بقى على المعاش.